مع تطور التعليم وإدخال التعلم الذكي في المدارس، زادت نسبة المخاطر الإلكترونية كالتنمر الإلكتروني، الفكر المتطرف والمتعصب، الشائعات، المحتوى الغير أخلاقي. ومن هنا نبعت الحاجة لخلق منظومة متكاملة تعنى برفع مستوى السلامة الرقمية في المدارس. وعليه وبتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، تم توفير نظام تقييم شامل مكون من 21 معيارا للتقييم، مبني على أحدث النظم العالمية في مجال السلامة الرقمية تحت مسمى المدرسة الآمنة رقمياً.